والخشوع كما قال أهل العلم يقولون الخشوع لب الصلاة، الخشوع ولا سيما في الصلاة هو لب الصلاة، ولذلك الإنسان يحصل من صلاته ويحصل من الخير في صلاته بقدر ما يخشع. إن الرجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إن الرجل لينصرف من الصلاة وما كتب له إلا ربعها، إلا ثلثها، إلا خمسها، إلا سدسها، إلا سبعها، إلا ثمنها، إلا تسعها، إلا عشرها. وقد ينصرف الإنسان من صلاته قد لا يكون حصل أجر بسبب، يعني لماذا يتفاوت الناس في الصلاة؟ نحن الآن نصلي في صف واحد خلف إمام واحد ونستمع لتلاوة واحدة ونقرأ قراءة واحدة، لكن هل المصلون في صلاتهم في الأجر سواء ولا في تفاوت؟ في تفاوت ولا متساوين؟ في تفاوت. التفاوت هذا يتوقف على إيش؟ على الخشوع. هذا خشع في صلاته وانكسر قلبه وتدبر في صلاته وفي الآيات وفي الأذكار وتقرب وكان صادقا، وذاك كان منشغلا، يعني ليس في صلاته. فتتفاوت الأجور بهذا الاعتبار.